بالنسبه للاقصر في خبر كويس، وزير الزراعه ومحافظ الاقصر بيبحثان فرص زياده الاستثمار الزراعي بالمحافظه، وده هتكلم فيه. لكن معايا الاول الحاج سيد من الوادي الجديد. اتفضل يا حاج سيد. يا حاج سيد معانا الحاج سيد يا جماعه. طيب بالنسبه للاقصر، بحث الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعه واستصلاح الاراضي، والدكتور محمد بادر محافظ الاقصر، سبل زياده فرص الاستثمار الزراعي بالمحافظه، لان ده هيساهم في تحقيق التنميه الزراعيه المستدامه بها. اللي ناقش الجانبان سبل القضاء على المعوقات التي تواجه التنميه الزراعيه. في عندنا معوقات بتواجه اي تنميه بتحصل، وازاي ان احنا نزود الانتاج الزراعي في المحافظه. ده معناه ان في يعني دراسه للمشاكل اللي بتقابل القطاع الزراعي. في ناس بتقول انا بشتكي من 1 2 3 واحنا عايزين نحل كدوله. ازاي نذلل العقبات امام المزارعين؟ ازاي نستفيد من الظهير الصحراوي؟ عندنا محافظه فيها ظهير صحراوي يمكن استغلاله. ايه الاجراءات اللي حصلت او الخاصه بتقنين وضع اليد؟ وايه الشروط اللي انت بتضمن بيها الجديه علشان فعلا يحصل عندي احداث لتنميه زراعيه حقيقيه بالمحافظه؟ ده كل مهم جدا. الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعه اشار لاهميه المشروع القومي لاحياء البتلو في هذا الاجتماع، وان فعلا تم اعتماد وتيسيرات وتسهيلات جديده للمستفيدين من المشروع، وتعديل الغرض من القرض لشراء رؤوس العجول والاعلاف. وطبعا اهالينا في محافظه الاقصر كان ليهم يعني نصيب كبير ليستفيدوا من هذا المشروع.